سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غنصاوب ان شاء الله واحد الكيكه كتي رائعه البنات، كتجي طبقات. المهم ان شاء الله غنبداو في المقادير. اول حاجه عندي هنا 4 ديال البيضات. اول حاجه البنات عندي هنا 4 ديال البيضات، غنزيد عليهم واحد القبيصه ديال المليحه غير شويه بحال هكا. غادي نزيدو عليهم واحد معلقه صغيره تقريبا ديال الخل الابيض، وغادي نطربو هاد 4 البيضات مزيان. البنات يمكنكم تستعملوا الطراب الكهربائي الا بغيتم. المهم صافي، من بعد ما خلطناهم مزيان البنات غنزيد كاس ديال الحليب ديال العنبه. ديما البنات كنعبروا بكاس ديال العنبه، الا ما كانش عندكم عنبه كاس ديال القهوه اللي كتشربوا فيه قهوه ولا اتاي، المهم يكون كبير بهذا الحجم هكا اللي يكون كيشبه ديال العنبه. كذلك كاس ديال الزيت، نخلطه مزيان. البنات كنزيد واحد كاس ديال سنيده قد هكا. ولا كان عندكم ديك الفاني السائله يمكن لكم ديروها. المهم كنزيد واحد الفاني. نخلط عاوتاني مزيان. طيب البنات غادي نزيد كاس ديال مايزينا. كما كتلاحظوا معايا ما عامرش بزاف، مهم كاس ما عامرش، تقريبا ناقص واحد معلقه كبيره باش يكمل كاس ديال مايزينا. غادي نزيدها كذلك، وغنحاول اني نخلطها مزيان مع هذا الخليط. البنات هاد المايزينا كتعطي واحد الخفه زوينه للكيك ديالنا. الا ما كانتش عندكم متوفره يمكن لكم ديروا في بلاصه الطحين، ماشي مشكل. غنزيد البنات جوج كيسان ديال الدقيق، نحاول اني نزيد الكاس الاول هناك. يعني الا ما درتوش مايزينا غادي ديروا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. عندي هنا جوج ديال، انا درت دابا كاس ديال مايزينا تقريبا، ودرت جوج كيسان ديال الطحين. نتوما كيما قلت لكم ما كاينش مزيان، ما كاينش مايزينا، يمكن لكم تعوضوها بدقيق. صافي غادي نخلط هادشي مزيان. نزيد البنات كاس اخر ديال الدقيق حتى هو عامر. نخلطهم مزيان، نخلطهم مع بعضياتهم. سكرت علينا الخليط على هذا الشكل، كيجي كما كتلاحظوا معايا كيجي خفيف ماشي ثقيل، حنا بغيناه يجينا هكا خفيف. من بعد البنات تبعوا غير المقادير اللي عطيتكم، يجيكم بهذه الطريقه ان شاء الله. دابا غندير جوج ديال لي شاسي ديال الخميره ديال الحلوه. نخوي جوج خمارات هنا. صافي البنات دابا حصلنا على هاد الخليط بحال هكا. كما قلت لكم البنات هكا خصو يجيكم هكا، يعني ماشي يعني خفيف ماشي ثقيل. صافي دابا غندوزو للمرحله الاخرى. دابا البنات غنقسمو هاد الخليط اللي عندنا على النص، نديرو شويه هنايا، جينا تقريبا النص. صافي ممكن هذا كثير، نزيد شي شويه. صافي المهم يجينا نص هكا ونص هكا. فالبنات دابا غنزيد واحد جوج
دير معاق ديال الكاكاو، دير معاق الاولى، غنزيد معلقة اخرى، صافي. دابا البنات غنحاولوا نخلطوا هذا، غادي نزيدوا عليه واحد شويه تقريبا واحد جوج معالق صغار ديال الحليب، صافي، باش يبقى محافظين على ديك الخفه داك، المهم باش تبقى الكيك محافظ على الخفه، حيت عرفتوا راه كما كتعرفوا راه الكاكاو كيتقل شويه الكيك. المهم نحاولوا نخلط هادشي مزيان، حتى كيتوحد اللون ديال هاد الكيك ديالنا كيولي اسود. البنات هنا المول كي كتشوفوا معايا خديت هاد المول الدائري اللي كيتحل لنا من الجوانب، ممكن لكم ديروا اي مول بغيتو، درت فيه شويه ديال الزبده ودرت فيه شويه ديال الدقيق. دابا غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير هاد الطبقه الاولى ديال ونخلي باش ندير طبقه اخرى، يعني ما نكثرش، نبقى يعني ميزاني باش نخلي الطبقه الاخرى، دير شويه نحاول اني نوزع غير هكا في المول ديالنا، واحد شويه صافي. البنات ملي كطيب الطبقه الاولى كتجيب على هذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا نتوما كتشوفوا معايا، يعني الطبقه راه صافي طيبه. دابا والبنات على ضروري خصكم تكونوا حدا الفران مقابلينه، يعني باش ما تحرق لكمش شويه، ودغيا كتوجد.